ابقى انا من جوايا مش قادره. والسؤال التاني، هي ترى بتاكل؟ باكل طبعا، باكل طبعا اكيد. قادره تحافظي على الشيب ازاي؟ بتاكلي بطريقه معينه ولا تمرين اكتر ولا؟ مش باكل بطريقه معينه صراحه خالص، يعني انا من الناس اللي بتحب الاكل وبقدر الاكل شكرا وبقدر قوي الاكل البيتي، وبحب ان انا اتغذى كويس، يعني ما فيش اكله مش بحب اكلها. اكل بيتي؟ وبتعرفي بقى؟ بعرف. لا 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 لا، نحن مفاجآت النهارده يا جماعه. عنتر تعرفي تطبخي ايه؟ طيب هقول لك، بعرف اعمل مكرونه بالشمال، بعرف نفسي اعرف اعمل المحشي بس ما اعرفوش يعني، والملوخيه برضو مش بعرف اعملها، بعرف اعمل رقاق، بعرف اعمل طواجن كتيره قوي، يعني حاجات كده كتيره مختلفه بحبها بعرف اعملها لنفسي. يعني هل مسميه طبق او حاجه انت بتعمليها مثلا طارة؟ كل اللي في ستك بتتكلمي اصل الطبق ده باسمي. لا والله خالص، بس انا بحب قوي الطواجن، بحب الاكل اللي بيطبخ على النار كتير، يعني 4 5 6 ساعات، بحس يعني